اهلا بحضراتكم من جديد، وفي البدايه طبعا برحب باسطوره كره اليد، مدير فني كمان فريق 2002 لكره اليد، طبعا الفائز ببطوله المرتبط، الاسطوره الكبير كابتن اشرف عواد. اهلا بك يا كابتن اشرف. اهلا وسهلا كابتن هيثم، مبارك، منورنا وحشنا حبيبي. وانت والله اكتر كابتن، مبروك. ربنا الله يبارك فيك، ربنا يخليك كابتن اشرف. هبتدي معاك القصه من البدايه. طبعا انت حضرتك كنت مع جهاز الدرجه الاولى السنه اللي فاتت، وطبعا شاركت معاهم في حاجات كتيره جدا وانتصارات كتير وحتى وقت صعب كمان كتير، فتوليت المهمه لفريق 2002. كلمني، فكرت ازاي في بدايه المهمه؟ شفت يعني الحمد لله. طبعا هو بعد ما كنت مع الفريق الاول في الفتره الاولى ديت، طبعا كان جه رئيس الجهاز الكابتن ياسر لبيب وكلفني بمهمه ان انا امسك فريق 2002. طبعا الفرقه ديت كانت من الفرق اللي هي القويه، والحمد لله يعني اللي احنا ربنا وفقنا اللي احنا نحقق بيهم حاجه. هم طبعا كلهم عناصر مميزه في اللعبه وعناصر تنبأ لهم بمستقبل كويس، كان اللعيبه اللي موجوده او اللعيبه اللي هتطلع بره النادي او هتبقى احترف. فهم الحمد لله قدرنا ان احنا من اول السنه، يمكن احنا بدانا فتره الاعداد بدري شويه 3/7، يمكن هم بدري قوي. يعني بدري يعني عشان لان كانت الماتشات بدانا اول ماتش 16/9، واللي كان عاقب كمان قدامنا اللي احنا تاني ماتش بعد اول ماتش كان ماتش الزمالك، وده طبعا كان ماتش مهم جدا اللي احنا لازم نكسبه. الحمد لله قدرنا نوفق ان احنا فتره الشهرين دول نعمل فتره اعداد حوالي 6 اسابيع، وبعد كده عملنا اسبوعين مباريات وديه تدريجيه كده. طلعت معسكر داخلي في حته او حاجه يا كابتن، ولا اكتفيت بالتدريب هنا في مصر؟ لا، احنا اكتفينا بالتدريب هنا في مصر فتره الاعداد، وبعد كده بدانا تدريج مباريات وديه يعني مع الزهور، وبعد كده العبور، وبعد كده بدانا تدريجي لحد ما لعبنا ماتشات قويه، لعبنا حتى مرضى فرقه الجيش، وبعد كده بدانا مع فرق الفريق الاول، لعبنا مع حدائق الاهرام، لعبنا مع اولي العرب، لعبنا فرق درجه اولى. جميل جدا. يعني دخلتوا جاهزين المعسكر؟ دخلنا جاهزين الحمد لله من اول السيزون. يعني كسبنا الزمالك 3 مباريات اللي كانوا بتوعنا، والحمد لله طبعا ربنا وفقنا. طبعا الولاد كانوا قد المسؤوليه وكان ايديهم في ايدين بعض، ونعم كان في تقل شويه في التمرين وشويه تعب، بس هم الحمد لله يعني قدروا ان هم يوفروا يعني يجتهدوا في الفتره اللي هي اللي احنا كلنا فيها ديت، وقدروا ان هم يعني كلهم يبقوا بيد بعض، فده ربنا وفقنا. لان كان تاني ماتش مشكله بالنسبه لنا، مش مشكله طبعا، ان كان ماتش الزمالك. الزمالك على طول، صح. وطبعا انك تعرف ماتشات اهلي وزمالك طبعا بطوله لوحدها، تخسر ده بطوله لوحدها. قدرنا الحمد لله اللي احنا طول الموسم يعني كذا مره لعبنا الزمالك. انا كلمت الاولاد يمكن في الاول خالص، يا جماعه احنا دلوقتي لينا 3 اهداف، الهدف الاول اللي احنا ندي البنوت للفريق الاول، والهدف الثاني كاس مصر، والهدف الثالث اللي هو الدوري بتاع مصر. فربنا وفقنا ان شاء الله، وهم فعلا كانوا رجاله معايا طول الموسم يعني الحمد لله. طب قول لي يا كابتن، يمكن السنه دي تعرضت لمطب بامانه، اي فرقه تتعرض له ممكن تخسر البطوله اللي بعدها على طول، وهو خساره مفاجاه. انا بقول ان انتوا كنتوا يعني كويسين جدا، وما كانش يعني ده انتوا بالعكس، ده انتوا قرعه كاس مصر طلعتوا كل الفرق الجامده. يعني طلعتوا الزمالك في دور ال 16، طلعتوا في دور الثمانية جيش، صح؟ طلعنا الجيش في دور ال 16، وبعد كده الزمالك، وبعد كده رحنا السيمي فاينل والفاينل مع الشمس والجيش. طلعتوا الفرق القوية اللي كانت ممكن الفرق القوية اللي كانت ممكن، فكان حاجة مفاجأة. ودي ماتشات الكاس، ده طبيعي، ما اتفقناش في ماتش البنك الأهلي. بعديها عندك 3 مباريات اللي هم المرتبط بقى، فكان عندك اكيد دروب نفسي، اتعاملت مع دروب نفسي اللعيبه ازاي؟ يعني هو انا عاوز حضرتك الماتش الكاس قدر الله ما شاء فعل، احنا خسرنا الماتش، بس احنا كان عندنا في ماتش الشمس كان في مروان حاتم وعلي الليسي وقعوا وعاد خطيره جدا جدا صابوا؟ يعني اتصابوا يعني. يا خبر ابيض، يعني هم كانوا تاني يوم الماتش؟ كان يعني السيمي فاينل والفاينل تاني يوم. طبعا يعني ماتشين سيمي فاينل فاينل في يومين ورا بعض؟ في يومين ورا بعض، يعني لعبنا الشمس ربنا كرمنا. انت خسرت لي كده خلاص، خسرت لي عندك اتنين لعيبه، وكان يمكن كمان قبل الكاس سيمي فاينل والفاينل الكاس عمر الشريف جاله سبرين انكل. عمر الشريف اللي سافر اسبانيا. تمام. وماتش الشمس طبعا مروان لما وقع والليسي كانت مشكله طبعا، هم حتى يعني كلمتهم قبل ماتش سمي قبل الفاينل في البنك الاهلي، ايه الاخبار وعاملين ايه وكده، قال كابتن احنا معاك، قلت لهم لو حصل اي حاجه، طبعا اهم حاجه صحه اللعيب طبعا. طول عمرك كده. فقلت لهم لو حصل اي حاجه او اي حد حاسس بحاجه يقول لي، مش مهم اللي احنا هنخسر، بس مهم حياه اللعيب يعني. قلت له يا كابتن مفيش مشكله معاك، وهم فعلا كانوا رجاله جدا، بس يعني طبعا في عناصر ناقصه كتير من الفرقه وعناصر متعوره، بس انت خسرت لي، فهو ده اللي اثر علينا شويه. انت عندك اصابات وعندك بدلك في ماتش بعد كده، ما هو كان اصابات 3 ماتشات. 3 ماتشات بعد كده هم دوري المرتبط اللي هو البطوله الاهم اللي هو الدوري بتاعك بالظبط،
عملت ايه؟ احنا احنا ازاي؟ خدنا يوم اجازه ازاي؟ خدنا يوم اجازه اللي هو تاني يوم، واليوم اللي بعديه طبعا ما كانش فيه الا هو خميس وجمعه، يعني كلمتهم قلت لهم بص يعني قدر الله ما تشعب مباراه الكاس خلاص ننسى المباراه دي، اهم حاجه البطوله اللي جايه مباراه الكاس، اي فرقه بتكسب اي فرقه، حتى اديتهم مثال كان في مارسيليا بتلعب فرقه باريس سان جيرمان ومارسيليا كسبت، وبعد كده مارسيليا لعبت فريق انجي في الدرجه الثالثه ومارسيليا اللي خسرت، فقلت لهم الكاس ده رايح كده، لكن الدوري احنا الحمد لله ماشيين المرحله الاولى والمرحله الثانيه لحد اخر ماتش اول اول فهي الحاله النفسيه قدروا ان هم يلموا نفسهم، احنا مش هنتمرن طبعا مفيش وقت خالص يعني خلاص خميس وجمعه نفسيا، فهي الموضوع نفسيا هم دلوقتي هنقدم مسؤوليه كلهم بصراحه، ما حسوش بنقص العدد لا كلهم كانوا موجودين، اللي كان ايهاب وعلي وبودي وكل اللي كانوا موجودين طبعا مش عايز انسى حد يعني، قدروا ان هم يلموا بعدين والحمد لله كسبنا الجيش وبعد كده كسبنا الزمالك تاني سبورتنج في الفاينل وسبورتنج في الفاينل، يمكن ماتش يعني ثلاث ماتشات صعبين، ممكن ماتش الزمالك طبعا اصعب من البنك الاهلي، اصعب من البنك الاهلي انك تطلع من خساره وبعد كده بقى تبقى في حاله نفسيه اللي انت يعني يدل على قوه الفريق برضو خلي بالك بالظبط ما شاء الله يعني، لان هم الحمد لله الاولاد كلهم يعني تماسكوا مع بعض في الثلاث ماتشات دول، هم ثبتوا حد واثنين وعرفوا ان احنا خسرنا بطوله، البطوله اللي جايه دي هي البطوله الاقوى طبعا بطوله الدوري، انك ماشي على طول الحمد لله طول المراحل الاولى كلها ماشي اول، فالحمد لله الاولاد قدروا ان هم يجتمعوا مع بعض وقدرنا ان احنا نكسب الماتشات، يمكن هو حصل دروب شويه في ماتش الزمالك اللي كان في الجيش الشوط الاولاني لكن برضك هم فعلا رجاله، انا بشكرهم يعني انا عايز اقول لك حاجه، انا بشكر الاولاد جدا 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 اللي عملوه طول لا بجد يعني هم فعلا فعلا رجاله، كنت قاسي عليهم شويه، كنت قاسي على شويه لعيبه، كنت مش عارف ايه، لكن هم بصراحه مع بعض استحملوني يعني، حتى كمان يعني هو كان فاضل اسبوعين دوري وكاس، فاللي ساب بقى امتحاناته واللي ساب كليته واللي يعني، فدي طبعا حاجه قدرها فيهم يعني، وهم لعيبه طبعا فعلا مميزين كلهم يعني، مش عايز اقول اسماء حد، ان هم كلهم 16 لعيب يعني على يعني كلهم في ظهر بعض وكلهم رجاله يعني. طب الجيل ده شايفه مميز يا كابتن، جيل 2002 ده في النادي الاهلي، شايف فيه لعيبه ممكن يعني في اثنين سافروا انا عارف راحوا جالهم عقود بره، شايف الجيل ده ممكن يكون منه لعيبه بروميسنج قدام نلاقيهم نجوم ان شاء الله يعني، لسه يعني الجيل دوت الجيل ده من الاجيال القويه جدا يعني اقول لك حاجه، احنا عندنا 6 لعيبه في المنتخب، منتخب 2002 لعب كاس عالم في شهر 6، رادي ومروان وجده ومهاب ووهبه، فدول هيلعبوا كاس عالم ان شاء الله، دول هيلعبوا دول مع المنتخب، غير بقى طبعا بطوله افريقيا السنه اللي فاتت غير المجموعه اللي كانت موجوده الثانيه، اهاب وليسي وبودي والستايل ولولا وعلي، انا مش عايز انسى حد طبعا، واحمد عمر شوقي، كلهم رجاله بصراحه عملوا اللي عليهم، فجيل حلو، جيل فيه امكانيات في جيل حتى اللي بره المنتخب جامدين جدا بالظبط يعني، هم انا حتى من اول السنه قلت لهم يعني استثمر نفسك، انت مش نهايه دي نهايه مرحله في الشباب، مش نهايه مرحله هاندبول، لو قدرت ان انت تعمل حاجه السنه دي كويسه وتاخد دوري وتاخد كاس ربنا هيكرمك، هتلاقي نفسك حلو استثمر نفسك دي طبعا حلو. يعني استثمر نفسك، انت شغل احتراف انت خلصت مرحله مرحله شباب ناشئين وشباب، خلاص دخلت مرحله الكبار، فلازم اخر سنه دي تعمل اقصى مجهود ليك، هتلاقي الانديه هي اللي هتجيلك، وهم فيهم وياما لعيبه ثابت النادي الاهلي سنه ورجعت، وياما لعيبه ثابت النادي الاهلي رجعت سنه، شد حيلك في اي نادي تاني لو مالكش فرصه في النادي الاهلي هتلاقي نفس النادي الاهلي رجع لك تاني، شد حيلك في كل حته هتلاقي نفسك دخلت منتخب، فهو بصراحه يعني ولاد كانوا يعني على قد المسؤوليه طول الموسم كله طبعا. طيب ما ينفعش كابتن اشرف عواد ما يكونش معايا وما كلموش عن الفريق الاول عندنا في النادي الاهلي، وما اتكلمش كمان عن المنتخب، يعني حضرتك اسطوره كبيره ولازم نتكلم، انا هبتدي بالمنتخب، يمكن المنتخب انهى التعاقد مع بروندو وتعاقد طبعا مع كارلوس باستور المدير الفني الجديد، اسباني هو برضو، بس هو متفرغ يعني هيجي متفرغ للمنتخب، مش هيبقى وراه اي يعني، مستر بروندو كان متعاقد مع فريق في المانيا وكان بيمرنه، شايف توقيت التعاقد كويس يعني، حلل لي التعاقد ده هو طبعا فوائده. مستر باستوري من المدربين الاقوياء جدا، الحمد لله يعني اللي احنا جبنا مدرب زي ده ومدرب منتخب، عارفه انت من قبل ما يجي كده طبعا مدرب على خبره عاليه، احنا كان وصلنا بس اللي احنا نجيب مدرب بتاع بطولات، مستر بروندا كان موجود كان بيكون فرقه بيعمل فرقه، فالحمد لله قدرنا نلعب 19 21 نحن نحقق كده، احنا عايزين خلاص بقى ايه نطلع نخش على بطوله فمستر باستوري من المدربين اللي بيعرفوا يعملوا كده، يعملوا بطوله وهو واخد بطولات جديده يعني، وطبعا مجلس الاداره بتاع الاتحاد وطبعا كابتن ايمن صلاح باسم المنتخبات قدر ان هم يحطوا عينيهم على مستر باستوري، وربنا يكسبهم ويوفقهم ان شاء الله، وفي الفتره الجايه وقت يعني ان هو يقدر يجمع لعيبه
من اللي موجودين. احنا عندنا حوالي 8 9 لعيبه في اوروبا، وفي لعيبه جيدين جدا من في مصر هنا موجودين. هو ممكن يبقى القاعده عنده اكبر، القاعده عنده ان هو يختار من اللعيبه الموجوده، خاصه ان احنا الجيل بتاعنا اللي بيلعب كاس عالم السنه دي جيل قوي جدا، وجيل طبعا جيل قوي، واحنا دلوقتي مصنفين من الستة الاوائل في العالم. يعني جيل اللي يستهان بيه اللي هو 2002 ده، وجيل 2002 ده في ناس كتيره. يعني يمكن ظهر اخيرا مهاب كابتن سعيد، كابتن فريق منتخب والباك رايت بتاع المنتخب اساسا، ولعبوا مع المنتخب الكبير كويس، ولعبوا مع المنتخب الكبير هو ومحسن رمضان. وعندنا برضك في ناس مبشره، يعني عندنا في جدو، عندنا في عمر الشريف، اسلام رادي، مروان، كل الناس اللي موجوده ديت. مش عايز انسى حد طبعا، انهم كلهم يقدروا ان هم الفرصه الجايه ان هم يخشوا المنتخب، والراجل مش عارف مين يعني مين في المنتخب ومش منتخب من الناس اللي بره، لكن يختار اللي هو عايزه، فهم الناس كلها تشد. شايف اختيار، يعني انت شايف اختيار موفق جدا، وشايف انه ان شاء الله منتخب مصر، لا ان شاء الله منتخب مصر يعمل حاجه في الاولمبيات الجايه باذن الله، وبعد كده كاس العالم باذن الله ان شاء الله. طيب ننتقل للفريق الاول، يمكن منذ تولي المسؤوليه مستر ديفيد ديفيدز شفنا تحسن في المستوى واحده واحده وصولا لغايه ما فزنا على نادي الزمالك فرق 5 اهداف على ما اتذكر، والاداء كان حلو بصراحه، يعني برغم ان احنا يعني اهدرنا 3 ضربات جزاء او رميات جزاء في الشوط الاول، ولكن انتهت المباراه بفرق 5. شايف الفريق الاول ايه الاختلاف النهارده في الفريق الاول؟ هو طبعا عايز اقول حاجه ان مستر ديفيد زيد من المدربين اللي هم منظمين جدا جدا، عارف يعمل ايه كل حاجه، وطبعا الموضوع كله مش في الملعب، موضوع بره الملعب، هو قدر ان هو ينظم الحته فعلا. طبعا قدر ينظم الحته اللي هي خارج الملعب، اوضه اللبس والتغذيه بتاعت اللعيبه والتركيز بتاع اللعيبه والفيديوهات، تفاصيل كل التفاصيل، هو ما بيسيبش تفصيله الا ما بيشتغل عليها. فده يمكن هو من نجاحه ان هو منظم من ساعه ما كان 2016 مع المنتخب، يمكن كمان كان بيستعين بلعيبه من الفريق بتاع 2002، قالوا لي ان هم كانوا ايهاب وبودي وستايل، يعني كل الموجودين وليسي وكل الموجودين دول كان بيستعين بيهم، ودي كانت حاجه فرصه كويسه. وكان الراجل على فكره يعني هم صغيرين، هو بيحفزهم انتوا مع زيكم زي الفريق الاول، العب واجتهد، فدي حاجه كويسه بقى طبعا بتميز مستر ديفيز. يعني شايف كان السنه اللي فاتت بيشتكوا اكتر، او جمهور النادي الاهلي بيشتكي، او ملاحظ يعني ساعات بيبقى فيه اخطاء في نهايه المباراه، بتبقى انت كاسب طول المباراه، ممكن تيجي اخر دقيقه تخسر او ماشي ايكوال، الاخطاء دي قلت. شايف خبرات اللعيبه زادت ولا مستر ديفيد ديفيز اشتغل على الحاله النفسيه بتاعت اللعيبه؟ بقت افضل حلو، النفسيه بتاعت اللعيبه افضل. الموضوع كان روح مكسب، كان بقى في روح المكسب، الفريق عايز يكسب باي طريقه، هي دي اللي حصلت. ماتشات الاهلي والزمالك كلها كانت كده، ما كنا احنا بنلعب، بس احنا الحمد لله كنا بنوفق. يعني احنا لما كنا بنتعادل مع الزمالك كان هم اللي كسبانين واحنا اللي زعلانين طبعا. جيلكم انا عايز اقول لك طبعا الزمالك، لكن الحاله النفسيه اللي موجود فيها الفريق الاول دلوقتي طبعا حاله كويسه جدا. ماتش الزمالك طبعا فرق معاهم ان هم يكسبوا فريق 5 اجوان، دي حاجه مميزه، ربنا يكرمهم في الماتشات اللي جايه. يعني هم عندهم بكره وبعده ماتشين مهمين جدا مع البنك الاهلي وسبورتنج، ويوم وتاني يوم رمضان ان شاء الله يعني يكسبوا الزمالك وتبقى فرحه يعني، ونقدر بقى الخطه يعني السبت يعني. طب شايف السوبر الافريقي وبطوله افريقيا ابطال الكؤوس اللي هتعمل ان شاء الله في النادي الاهلي في شهر مايو، شايف حظوظنا ايه؟ شايف السوبر اولا هيبقى الزمالك والاهلي والترجي، انا سمعت لغايه دلوقتي، ولا في حد رابع جاي ولا لسه؟ مفيش حد، بس هم هيجيبوا حد رابع على توقع الاتحاد الافريقي هيجيبوا، يعني مع المجموعه اللي موجوده طبعا الفريق الاول ومع تدعيمات احدى المحترفين هتلاقي الامور بقت افضل يعني، وخصوصا ان المباراه هتبقى في صالتنا وطبعا وجود الجمهور، فدي هتبقى حافز لينا وحافز للعيبه مع الفتره اللي جايه دي لحد شهر 5 ما نخلص الدوري، ربنا يكرمنا نكون خدنا دوري وكاس، فتبقى نفسيا اعلى طبعا. وحاجه شيء طبيعي كابتن هيثم ان اللعيبه لما بيكسب بيبقى نفسيته احسن، أيوة صح، لكن لما بيخسر يبقى يقول لك الحظ ومش الحظ، لا شد حيلك واجتهد هتلاقي الامور كلها ماشيه. وانا شايف ان الفريق الاول ماشي طبعا بخطه ثابته، كابتن ياسر لبيب يعني موفر لهم كل حاجه، كابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي عامل شغل قوي جدا مع الفريق، وكابتن هاني النجدي المدير الاداري، يعني ماشيين كل الامور بصفه بشكل كويس جدا جدا. طبعا انا عايز اشكر طبعا كابتن احمد سالم ده يعني مدير قطاع الناشئين او رئيس قطاع الناشئين، طبعا كان الراجل يعني كان واقف معانا من الالف للياء، مش معانا احنا بس، مع كل الفرق. صحيح الراجل شبه ما بيقعدش في بيتهم يعني،
يعني على طول معسكرات هنا مع الفرقه هنا مع الفرقه هنا، ما بيبخلش بجهد على النادي الاهلي، ان هو من النادي الاهلي ويحب النادي الاهلي، وعارف ان النادي الاهلي الكيان ما حدش يقدر يبخل عنه بحاجه. ويعجبني فيكم بامانه يا كابتن ان انتم في اي مكان بتخدم النادي الاهلي، يعني انا مش فارق معايا يعني مش فارق معايا في الفريق الاول، رئيس قطاع، مدرب، انا اللي فارق او مدير فني، انا فارق معايا ان انا جوه المنظومه جوه الكيان اساعده باللي انا اقدر اساعده بيه. هو فعلا كان كده، وحتى كابتن ياسر وكابتن هاني وكابتن ابو زيد كل اللي موجودين يعني كابتن يحيى مصطفى يحيى، كل الناس الموجوده بيساعدوا النادي في اي حته يعني. ما فيش حاجه اسمها انا مدير اداري بتاع الفريق الاول، لا ده انا اداري بتاع الفريق 2002، ده انا دكتور مش عارف، لا كل واحد بيقدر يساعد في المنظومه بتاعت النادي او في الجهاز كره اليد، بتبقى الامور كلها ماشيه كويس. طب اقول لك يا كابتن، ماتش السنه دي او الدوري السنه دي بالنسبه لك كان في مباراه صعبه انت كان على الخط وانت واقف عليها، خلصتها قلت الحمد لله ان انا عديت المباراه دي على خير، ايه المباراه اللي انت قلت فيها كده؟ هو ماتش واخر ماتش بتاع سبورتنج الموقع والله يعني كل الاولاد قالوا كده على فكره. اه بالظبط الماتش ده هو ليه؟ الماتش احنا بدانا الساعه 12، خلصنا الشوط الاولاني الساعه 12:30، بدانا الشوط الثاني مثلا 1:10، 2:15 بدانا الشوط، بدانا الترد يعني الماتش حوالي ساعه الا ربع النور قاطع. صحيح الاولاد قالوا لي فده يعني كاب قوسين ادنى اللي انت كسبان ثلاثه. يعليك يعليك ما تعرفش هتسمع فين بقى. اه فمش عارف، وحتى كمان يعني النور قطع في صاله الزمالك، النور قطع 45 دقيقه. اه هم كانوا عايزين يلعبوا في الضلمه، فطبعا كان في ذكاء من الستايل الجون بتاعنا، انا مش شايف لازم النور يجي يعني هو فعلا مش شايف يعني هنخسر، لكن الحمد لله من النور جه الاولاد قدروا ان احنا نلم نفسنا في ال 12 دقيقه ديت ونكسب المباراه. قلت لهم يعني. ايه يعني دلوقتي النور قطع، جمعتوا نفسكم على البنش يعني جمعنا نفسكم، انت قلقان الفرقه تفرط وقلقان ان هم يريحوا، ننزل بقى مباراه من جديد، هتنزل مباراه جديد. اه ممكن تجيبوا سلاح في 6 جوان دخلوا فيك فجاه. ما بقى هي كده. ما هو بالظبط، لكن يعني الحمد لله قدرنا ان احنا يعني لازم يا جماعه لازم تركزوا، لازم انسى بقى اللي حصل كله وخلاص، هم 12 دقيقه، ما 12 دقيقه يعني مكسب دوري او خساره دوري، لكن الحمد لله الاولاد كله يعني اكتفوا حوالين بعض ويلا وكسبنا الحمد لله يعني. خدت نفسك. اه بالظبط، لان كمان يعني انت لسه من 3 ايام خسران كاس يعني قدر مش عارف افعل، مش معقوله بقى تخسر الدوري كمان يعني. واحنا الحمد لله وهم اللي كانوا مصممين كمان ان ماتش الدوري ده عايزين نشيل الدوري في نادي الزمالك. الحمد لله هم مصممين على كده، لان يعني كل ماتشاتنا السنه دي كانت في نادي الزمالك وكسبناه، ما عدا ماتش واحد بس اللي هو في الجيش يعني. لكن الحمد لله هم يعني كانوا على قد المسؤوليه يعني، يمكن صاله الزمالك مش حلو علينا، مش حلو عليها وعليهم كمان. يمكن حصل دروب السنه اللي فاتت برضك، كان ماتش الاهلي والزمالك برضك بس انا ما كنتش معاهم لسه. كان برضك لو كنا كسبنا الزمالك في الزمالك السنه اللي فاتت كانوا خدوا الدوري، بس يعني قدر الله ما شاء فعل يعني، كانت الظروف غير كده مش مساعده يعني غير كده. طب قول لي يا كابتن، يعني يمكن يعني عندك بلان اكيد، يعني انت شايف انه اللعيبه دي في مجموعه مع المنتخب خلاص، في 6 لعيبه خلاص وتقريبا الموسم خلص صح يعني، فلو استمريت مع الجيل ده هيطلع لك جيل 2003 2004 2004 هم دول 2002 2003 2002 2003 2003 مكملين معاك؟ لا 2003 2002 2003 ده جيل ايوه تمام ماشي. اللي يطلع 2004 واللي تحته 2006 2006 هيطلع لك 2004 تمام. 2004 طالع و2004 مرتبط السنه دي برضو، مرتبط السنه دي وال 2006 مرتبط برضو بالظبط. يعني شايف طموحاتك مع الفريق ايه؟ شايف فريق 2004 هيجي برضو ما شاء الله نفس الكلام مع الرجاله دي، ولا شايف محتاجين لسه حاجات معينه تدعيمات بتاع؟ هو طبعا اي حته في النادي الاهلي اشتغل فيها يقول النادي الاهلي اشتغل فيها دي ما فيهاش مشكله، لكن انا فيت 2004 السنه اللي فاتت حصل برضك ضروب ومسكتهم في اخر الموسم، والحمد لله ربنا كرمنا بالكاس مصر يعني. هي فرقه طبعا مميزه وحصل لها تعديمات السنه دي، جبنا كذا لعيب مميزين كويس. ففرقه قويه فربنا يكرمهم ان هم يكملوا على المسيره ديت، لسه قدامهم دوري كاس. لكن يعني على حسب بقى ايه، هنشوف تشكيل الجهاز هيبقى ايه يعني 2004 2006 فريق اول. انت في اي مكان، انت في اي مكان بتخدم النادي الاهلي. بس انت شايف فريق 2004 بعد التدعيمات فرقه مميزه جدا، وفرقه يعني قويه، وفرقه بتنافس على دوري وكاس، وربنا يكرمهم في الماتشات اللي جايه باذن الله. طب اقول لك يا كابتن اشرف، يعني حضرتك برضو اسطوره كبيره، وحتى في الكنترول بيقولوا لي يعني ان حضرتك حببت الناس في كره اليد. انا والله بيقولوا لي كده وانا في الحوار مع حضرتك، ودي حقيقه. انا واحد من الناس كنت بعشق، يعني احنا يمكن جيل واحد قريبين من بعض، ولكن كنت بعشق لعبك. يعني شايف مين من اللعيبه النهارده في مصر سواء محترفين هنا او بره او جوه،
يعني شايف مين اللعيبه اللي انت شايف ان هو فعلا يتقال عليه لعيب قماشه ما حصلتش، لعيب فنان يعجبك يخش بمزاجك يعني انت بتحب تتفرج عليه؟ يعني بالنسبه للفرقه يعني لا كل يعني كل لعيبه مصر يعني في الاهلي في الزمالك مش فارقه، اللعيب اللي انت بتتفرج عليه من منتخب مصر كده او بره منتخب مصر بتحس انه موهوب، لا الولد ده موهوب. يعني اللي بصراحه مش عشان هو 2002 اللي فاجئني بصراحه المهاب، مهاب طبعا قدر يستغل الفرصه كويس من احسن لعيبه في من احسن لعيبه في المنتخب وسنه الصغير ونلعب كاس عالم فريق اول مره لعبه، هو لعب قبل كده كاس عالم لكن نلعب مع الفريق الاول دي حاجه كويسه طبعا بالنسبه له. شايف ان هو موهوب. يعني موهوب يعني فعلا طب لعيب شخصيته موهوب. مهاب شخصيته لا يعني لعيب قيادي يعني عنده ثبات انفعالي، شايف عنده ثبات انفعالي وان هو يخش في اختبار زي ده في كاس عالم وبعده هو مثلا يحيى خالد في الاصابه ديت بالظبط، فان دي حاجه كويسه، هو محسن رمضان طبعا دي حاجه مميزه ليه يعني. وكمان في احمد عادل من اللاعبين اللي هم مقاتلين بصراحه، هو مقاتل مش لعيب، هو بلعيب مقاتل وعامل طفره يعني من اللعيبه اللي هي مميزه جدا يعني. صحيح اللعيبه دي يا كابتن ليها الشرف ان حضرتك تقول عليهم كده. وكل لعيبتي طبعا الفريق الاول بتاع النادي الاهلي يعني اسكان حمايه يعني ملاحظات يعني فيصل وخليل واسلام وكل الفرقه يعني كل الفرقه لعيبه مميزين في حضرتك، اي لعيب حضرتك تتكلم عنه كويس يعني ليه الشرف ما فيهاش كلام يا كابتن اشرف، نورتنا يا كابتن مصر ربنا يخليك والف مليون مبروك الله يخليك ودايما بتوفق زي ما انت كده ان شاء الله على طول. الله يخليك. انا بس في الاخر بس احب اشكر كابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي، كابتن ياسر لبيب، كابتن هاني لاين، كابتن احمد سالم، الجهاز الفني والطب اللي كان معايا كابتن مصطفى يحيى وكابتن شهاب، وعايز اشكر طبعا الولاد بتوع جيل 2002 2003 كانوا معايا كلهم. انا عايز اقول لك بقى ستايل مصطفى لولا، عايز اقولهم بالاسم لان هم عشان بس يعني كلهم وقتك. ستايل مصطفى لولا، عبد الله، في ناس كانوا مصطفى من 2004، علي يعني عايز اقول لك حاجه بقى، علي ده من اللعيبه يمكن ما لعبش كتير بس يعني كان قلبه على الفرقه راجل. يعني نيمار، مروان، ليسي، احمد عمر شوقي، صابر حسين، مهاب، مهند، اهاب، عمر شريف، جده، كل اللعيبه بصراحه بشكرهم على اللي عملوه معانا واللي عملوه لنفسيهم، وفعلا هم كانوا رجاله ويستاهلوا اكتر من كده، وربنا يكرمهم في اللي جاي ان شاء الله باذن الله. مبروك يا كابتن والف شكر، وموفق كابتن اشرف عواد اسطوره مصر كره اليد، مبروك ودايما موفق كابتن. ربنا يخليك. اعزائي المشاهدين ده كان لقائنا النهارده مع فريق مرتبط كره اليد 2002 واللي حصدوا لقب او بطوله دوري المرتبط في يعني اداء رائع، بشكرهم طبعا على هذا المكسب وبشكر حضراتكم على حسن المتابعه والى حلقه جديده مع الابطال.